عمامه وأخوته مجلس وشيوخ الذي يعقده هذا المجلس الموقر فأهلا اللي دقوا عليه الباب ما طار يتحقرص شنقضي بحالك حية بس انت كمان هم الاعلام يصوروا ويعرضون هاي الصوره وليس الصوره اللي كانت قبل الان عرضت يا شيخ قد تنقطع حتى بما انه ان تاخذ بمبدا ما طرحه الشيخ و الصورة احنا ما سحقناها خليناها بالمقلوب اللي احنا مو مثله حتى يشوف هو عمل هذا الباطل ايش سوى به من داخل البلد ومن خارج البلد لا يمكن ان نترك وزارة الداخلية وحدها تقوم بهذا الوجه لاننا هاي سنشوفوها مع الاسف سنقولها خاطئة هذه المواكب الحسينية من أهالي العمارة جاءت كلها فخر وكلها إقدام بأن تشارك وتقدم شيء قليل لهذا البطل لهذا العملاق الزعيم الشيعي السيد ولي أمر المسلمين المقدس السيد محمد الصدر تعال بالصوره تعال رافر 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 رافر